فكرت ايامي وقلت يا حسره. من البدايه قلت لي حبيبتي افتح شباكك انا جاي انا واقف تحت البيت. يا ويلي شو عملت فيا جابت اخرتي بايدي. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي جانبها دوا دوا جرح قديم ويجدد روحي راح. هيقول لي ارجع له عشان سبته مش ناقصك قال روح في عالم تاني ماشي بالعاني. أشمك حبيبي وأموت علي. حصاد عام 2021، الأغاني العربية الأكثر انتشارا على موقع يوتيوب والتي حصدت أعلى المشاهدات لهذا العام تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. إليكم حصل للأغاني العربية الأكثر انتشارا ومشاهدة على موقع يوتيوب وذلك عن عام 2021، ونظرا لتغير عدد المشاهدات لكل فيديو بين حين لآخر، هذه الإحصائيات بتاريخ 5 ديسمبر عام 2021 وجاءت كالتالي. في المركز العاشر أغنية النفخة الكذابة لعلي كاكولي. تم تحميل الفيديو في 4/3/2021 وحصد 82,890,000 مشاهدة. المركز التاسع أغنية عالم تاني لموح ميلانو. نروح في عالم تاني ماشي بالعاني. وتم تحميل الفيديو في 12/1/2021 وحصد 83,953,000 مشاهدة. المركز الثامن أشكر جمالك لعبد الله آل مخلص. وتم تحميله في 28/1/2021 وحصد 90,269,000 مشاهدة. المركز السابع أشمك لمحمود تركي. أشمك حبيبي وأموت علي. تم تحميله في 2/6/2021 وحصد 95,030,000 مشاهدة. المركز السادس أغنية ويلكم حياتي لحمادة نشواتي وناس ديج. يا ويلي شو عملت فيا جابت آخرتي بإيدي. وتم تحميله في 1/2/2021 وحصد 95,316,000 مشاهدة. المركز الخامس أغنية يا حسرة لبولتي. فكرت أيامي وقلت يا حسرة. وتم تحميله في 13/2/2021 وحصد 99,946,000 مشاهدة. المركز الرابع أغنية ممكن لسيف نبيل وبلقيس. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي. وتم تحميل الفيديو في 13/5/2021 وحصد 104,666,000 مشاهدة. المركز الثالث أغنية ميدلي لزين عماد. من البداية قلت لك. وتم تحميله في 31/12/2020 وحصد 112,191,000 مشاهدة. المركز الثاني افتح شباكك لحسن شاكوش وياسمين رئيس. حبيبتي افتح شباكك انا جاي انا واقف تحت البيت. وتم تحميله في 26/5/2021 وحصد 123,283,000 مشاهدة. أما عن المركز الأول فتصدرت النجمة روبي أكثر الأغاني مشاهدة بفيديو كليب أغنية حتة تانية جانبها دوا دوا جرح قديم ويجدد روحي راح، والتي عادت به إلى الغناء بعد انقطاع لفترة طويلة حيث أصدرته بتاريخ 10 مارس 2021 وحقق الكليب 199,530,000 مشاهدة حتى الآن. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أرجو أن يكون كان مفيد لكم، تابعونا لمزيد من الفيديوهات. كان معكم شريف ياسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.